السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نشارك معكم حلوى تركية حلزونية لشرب الشاي، حلوى بدون بيض ومقادير بسيطة، كتجي شيشة من داخل. اللي كيزور القناة لأول مرة ما ينساش يشارك في القناة، وبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ، كأس ديال السكر ثقيل أو سكر كلاسي، نصف كأس ديال الزيت، كأس ديال النشا أو مايزينا، عندي قبصة ديال الملح، فاني، خمارة، معلقة كبيرة مملوءة ديال الكاكاو مر، والدقيق على حسب الخليط. أنا هنا درت 450 غرام ديال الدقيق، وغادي نبقى نزيد بالتدريج. وندوزو على بركة الله للطريقة. غادي نديرو الزبدة، من بعد غادي نزيدو قبصة ديال الملحة، كأس ديال السكر ثقيل أو السكر كلاسي، أو ساشي ديال الفاني. غادي نخلطو جميع المكونات مع بعض. فمن بعد ما كنخلطو الزبدة مع السكر وكيولي لنا الخليط كريمي، كنضيفو ليه نصف كأس صغير مملوء ديال الزيت وكنخلطوهم. من بعد كنضيفو كأس ديال النشا او مايزينا، وهاد النشا هي اللي كتخلي الحلوى ديالنا كتجي هشيشة من الداخل. فمن بعد ما كيولي لنا الخليط بهاد الشكل، كنجيبو الدقيق كيف قلت لكم 450 غرام ديال الدقيق اللي سبق لينا وغربلناها، وكنبقى نزيد الدقيق بالتدريج. فبالنسبه للخماره كيف ما شفتوا انا ضفت خماره كامله، انا حضرت الحلوه في الليل. فبالنسبه لكم الا كنتوا غادي تحضروها في الليل او في جو بارد يمكن لكم تستعملوا خماره كامله، اما الا كنتوا غادي تحضروها بالنهار وكان الجو ساخن فيمكن لكم تكتفيوا غير بنصف خماره او معلقه صغيره. فبهذا الشكل كنبقاو نضيفو الدقيق بالتدريج حتى كيتجمع لينا العجين، والعجين خاصو يبقى رطب ولكن ما يبقاش يتلصق لينا في ايدينا. فمن بعد ما كيقرب العجين يتجمع لينا وكيولي بهذا الشكل، فكنقسموه على قسمين، نصف غادي نضيفو ليه الكاكاو. وكيف كتشوفوا معايا فمهم جدا بان العجين يبقى طري اكثر، لانه الا قصحنا العجين وضفنا ليه الكاكاو فغادي يقصح لينا اكثر. فملي كنخلطوا العجين ديال الكاكاو كنرجعوا العجين اللي خليناه ابيض، وكنزيدوا كنضيفوا ليه ملعقه او جوج ديال الدقيق باش كيتجمع لينا العجين اكثر وبلا ما نقصحوا العجين. كيف كتشوفوا معايا كيبقى العجين رطب. فبالنسبه لكميه الدقيق فانا ضفت الدقيق كامل وهذا الشيء اللي بقى ليا تقريبا معلقه كبيره. من بعد كنشكلوا جميع العجين دوائر، دوائر تكون صغيره بهذا الشكل. ففي هذه المرحلة فما فيها باس إذا كان عندكم أطفال في البيت تخليوهم يساعدوكم في تشكيل هذه الكريات، وهكذا غادي يعجبهم الحال أكثر. كناخدو 3 ديال الكريات بيضين و 3 كحلين، كنحطو وحدة حدا وحدة بهذا الشكل، كنحاولو نجمعو ما بيناتهم باش ما يتفرقوش، كنحاولو نلصقو الجوانب. من بعد بحركات دائرية كيف ما كتشوفوا معايا كنبقاو بحركات دائرية حتى كتشكل لينا واحد الشكل حلزوني. فالطريقة سهلة، كنتمنى انها تكون واضحة. غادي نعود معكم بشكل تاني باش يكون اوضح. فكيف قلت لكم كناخدو 3 ديال الكريات بيضين 3 كحلين، كنحطوهم بهذا الشكل، من بعد كنحاولو نجمعو ما بيناتهم.
وبحركات دائرية بيدينا حتى كتشكل لنا واحد الشكل حلزوني. فمن بعد ما كنكملوا تشكيل الحلوة ديالنا كاملة، كنحطوها مباشرة على صفيحة ديال الفرن، وكندخلوها الفرن ساخن على درجة حرارة 180. كنخليوها حتى كطيب من تحت، عاد كنشعلو عليها الفوق، وما كنخليوهاش حتى كتحمر لينا من الفوق. فملي كنجبدوها من الفرن كنحسو بها باقا شوية هشيشة، ولكن كل ما بردت كل ما كتقصح. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. كنخليوها حتى كتبرد تماما، ومن بعد ما كتبرد كنقدموها، وكيكون هذا هو الشكل ديال الحلوى التركيه الحلزونيه. كتجي لذيذه وهشيشه من الداخل. كنصحكم تجربوها واكيد غادي تعجبكم. واللي عجبو فيديو اليوم يدير لي جيم، واللي مازال ما شارك يشارك في القناه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.